ودلوقتي جماعة قعدنا مع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 31 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ مديريات التربية والتعليم بقبول اعتذارات الثانوية العامة لعام 2023 الدور الأول، والحد يوم الخميس القادم من الساعة 9 الصبح وحتى 4 العصر. النهاردة هتبدأ ورشة العمل الخاصة بتراخيص الأندية اللي بتشمل توضيح أهم التحديثات الخاصة بلوائح التراخيص في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مع تدريب الأندية على منصة التراخيص الجديدة. النهارده العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قويه في اطار الجوله 31 من عمر المسابقه. هيلتقي بيراميدز مع فاركو الساعه 7 بالليل، في نفس التوقيت يلتقي الداخليه مع حرس الحدود الساعه 9:30، مباراه فيوتشر مع ام بي.